حدثنا احمد بن يونس حدثنا ابراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن ابي سلمه والاغر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الجمعه كان على كل باب من ابواب المسجد الملائكه يكتبون الاول فالاول فاذا جلس الامام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر